ولمزيد من التفاصيل عن المؤتمر الذي عقده الملتقى العالمي لعلماء الأمة لنصرة القدس والأقصى وما نتج عنه، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور نواف التكروري. دكتور نواف، مرحبا بك معنا. حياكم الله أخي، مرحبا بكم والمستمعين جميعا. دكتور، عقدتم في الملتقى العالمي لعلماء الأمة لنصرة القدس والأقصى مؤتمرا اليوم على خلفية المخاطر التي تهدد الأقصى، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف وجدتم استجابة علماء الأمة ومؤسساتها وروابطها مع هذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أقول علماء الأمة متجاوبون أخي ومؤسساتهم، بل هم الداعون في الحقيقة. نحن لسنا الذين عقدنا هذا اللقاء، بل نحن استجبنا لعقده والمشاركة فيه. إن مؤسسات العلماء والتنسيقية التي قامت، أو اللجنة التحضيرية التي مثلت على الأقل في اللقاء الأول أكثر من 15 مؤسسة علمائية، تداعت للقاء للتحضير لهذا الملتقى. في مقدمتها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابط علماء المسلمين ورابط علماء أهل السنة وهيئة علماء فلسطين وهيئة علماء المسلمين في العراق وهيئة علماء المسلمين في لبنان ورابط علماء المغرب العربي وغيرها، عدد كبير هم الذين تداعوا، لسنا الذين دعوناهم. وهذا ما يذكر للعلماء والمؤسسات العلمائية أنها لا تنتظر أهل فلسطين أن يدعوها إلى لقاء، وإنما هي تداعت لأن هذه أمانتها ومسؤوليتها. وقد تداعى العلماء إلى هذا اللقاء ونحن لم نكن الداعين الأول، يعني نحن شرف لا ندعيه ونحب أن نكون منه أهل، ولكن نحن استجبنا لدعوة العلماء. نعم. طيب دكتور، ما أهم ما خرج به المجتمعون اليوم؟ أنا الحقيقة أعتقد هذا الملتقى تميز عن لقاءات وملتقيات كثيرة، ورغم أنه عن بعد إلا أنه كان موقف العلماء موقف تكاملي وليس تكراري وإعادة، فكل عالم تناول جانبا من الجوانب، وكان العلماء يراعوا ما طرح سابقوهم ويكملوا المسير. وبالتالي أنا أعتقد أن المشاريع والأعمال التي طرحها العلماء والتي تعهدوا بمتابعتها بإذن الله تعالى أعمال جليلة وتخدم القضية الفلسطينية خدمات كبيرة وكبيرة جدا. دعوا أن تكون، وربما بعض العلماء نسم أن تكون قضية المسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين على رأس أجندة كل هيئة وكل مؤسسة وكل رابطة وكل اتحاد من مؤسسات العمل العلمائي، أن تكون هذه القضية على رأس أولوياتهم في أعمالها. ثم دعوا إلى تنسيقية ما بين هذه العلماء لكي تضع الخطط وأسس العمل، ودعوا إلى وحدة الشعب الفلسطيني، بل تعهدوا بأكثر من ذلك إلى تشكيل وفد علمائي من كبار علماء الأمة لكي يقوم مقام السياسيين الذين لم يحققوا الإصلاح ما بين فئات الشعب الفلسطيني من حماس وفتح وغيرها، ولذلك تعهد العلماء على هذا، وكانت هذه خطوة الحقيقة كبيرة ومهمة جدا. ثم أيضا تعهد العلماء بأن يشكلوا وفد لكي يتجول على الحكومات ويحذرهم، يحذر المطبعين والميالين باتجاه التطبيع أن هذا لن يخدمهم. وتكلم العلماء الحقيقة بصراحة وغيرة واضحة المعالم ومسؤولية كبيرة في هذا اللقاء المبارك. وبالتالي الآن الحقيقة أنا أقول بدأ ملتقى العلماء وليس انتهى اليوم ملتقى العلماء، لأن جميل. هذا طيب دكتور، في نقطة أخرى يعني أشار إليها كثير من المراقبين والذي يعنيهم هذا الاجتماع العالمي لعلماء الأمة، وهي دور هذه الهيئات والروابط وفي قضية أو في معركة الوعي التي تحتاجها الأمة الآن للوعي بالمخاطر. وأنت تعرف أن الشعوب تتعرض إلى ضخ كبير إعلامي وتزييف وكذا، وبالتالي نحن في حاجة إلى ضخ إعلامي وعلمائي من الطرف الآخر يوعي الأمة بما يحدث الآن. صدقت والله، وكانت الحقيقة كلمة معالي رئيس شؤون الدينية التركي التي ركز فيها على ضرورة، وفضيلة الشيخ غازي التوغة الذين ركزوا على بناء الأجيال، ودعا رئيس شؤون الدينية التركي إلى أن تكون مناهج لتدريس
الأجيال هذه القضية بوعي وخطورة المشروع الصهيوني على الأمة كلها. ونحن إن شاء الله سنبدأ من تركيا ومن الشؤون الدينية بالتذكير بهذا الموضوع الذي نعتقد أن الشؤون الدينية جادة فيه وفي تنزيله على أرض الواقع على أقل في المدارس التي تشرف عليها. وبالتالي أنا أعتقد أنه كان هناك طرح مهم في الباب المعرفي وركز عليه عدد من العلماء في هذا الموضوع، يعني أكدوا على موضوع التعريف بالقضية وأهميتها وخطورة المشاريع التطبيعية وال يعني الفكر الانحرافي عن نعم عن هذه القضية وحملها بشكل السليم والصحيح. استمعنا إلى كثير من العلماء الذين تكلموا أو حذروا من خطورة التطبيع، ونحن نعرف أن الاحتلال الصهيوني يحاول منذ 70 سنة أن يطبع مع الشعوب العربية والإسلامية، حتى على الرغم من وجود اتفاقيات سياسية مع أكثر من دولة عربية، لكن لم يستطع أن يخترق الشعوب أو الوعي الجمعي العربي والإسلامي. والحكومات العربية الآن بعضها تحاول أن تفتح له المجال. يعني ما قيمة أن يحذر العلماء وهذه الهيئات المهمة من مسألة التطبيع؟ الحقيقة لا، قيمة هذا كبيرة وكبيرة جدا أخي كريم. الشعوب والأمة تستمع لعلمائها، وكما تفضلت أنت في كلامك أن هذا التطبيع ما زال محصورا في بعض الدول وفي حكوماتها ونظمها وليس في مع شعوبها. يعني الشعب المصري كم حصل من التطبيع، لم يصل هذا إلى الشعب في بقاع كثيرة. والآن في الخليج حيث يدعى إلى التطبيع جهارا، كم نسبة المتجاوبين مع هذا الحقيقة؟ ولذلك كلمة العلماء في هذا الإطار كلمة مؤثرة. إذا أضفنا إلى ذلك أن العلماء لم يدعوا فقط إلى المقاطعة وإلى عدم التطبيع، وإنما تعهدوا بوضع مشاريع عملية وتحدثوا عن ميثاق علماء الأمة لمواجهة التطبيع وأن يتبنوه وينشروا فكره في الأجيال ومخاطر التطبيع على البلاد التي تطبع. فهذا أمر مهم وضروري جدا الحقيقة في صد وفي على الأقل يعني منع الشعوب من التبعية للحكام، إن لم نستطع أن نرد هؤلاء الحكام أو بعضهم عن غيهم في هذه المسيرة. بعض العلماء تكلم بالاسم، بعض العلماء تكلم بالاسم عن أولئك المطبعين الذين يريدوا أن يسوقوا الأمة. شكرا دكتور. شكرا دكتور نواف التكرور، الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. شكرا.